حول هذا الاجتماع. انضم إلينا من جدة مراسلنا علي الشريف. علي، ما أهم طبعا بنود هذا الاجتماع؟ ما آفاقه ومن سيشارك فيه أيضا؟ نعم ماجد، بالفعل أهم بنود هذا الاجتماع هو تدارس الأوضاع الحالية لأفغانستان، وهو وجدول الأعمال هذا الاجتماع ستتركز على الأزمة الحالية في أفغانستان. الأعضاء الذين سوف يحضرون هم المندوبون الدائمون في المنظمة، كذلك يأتي هذا الاجتماع بدعوة من المملكة العربية السعودية وهي الرئيس لهذه الدورة الحالية. أيضا أكدت المنظمة في منذ بداية الأزمة على جميع الأطراف دعت جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الأفغاني ووقف الاقتتال. أيضا أكدت في بيانات سابقة لها إلى ضرورة تهدئة الأوضاع داخل أفغانستان. كذلك أعلنت المملكة عن موقفها عن تجاه الأزمة بوقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ودعمه في خياراته. كذلك في على جدول أعمال هذا الاجتماع الاستثنائي اليوم، في البداية كلمة المملكة العربية السعودية، بعد ذلك هناك كلمة للأمين العام، بعد ذلك سوف تكون هناك جلسة مغلقة إلى حين صدور البيان الختامي. نعم ماجد، من جدة مراسلنا علي الشريف، شكرا لك.